نعم تم التعاقد بموجب دراسات كانت معدة، وهذه الشركة اللي تم التعاقد معها شركة جيدة ورصينة بخلاف ما يثار. بخلاف ما يثار. بخلاف ما يثار. شنو الدليل بالله عليك؟ شنو الدليل؟ هذا دليل اللي يقول لك أجهزة توقفت، أجهزة عطلت. لا أجهزة لا, 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 لا عزيزي، اليوم وليش أقول لك الإعلام ما يتناول كل الأمور بشكل صحيح. اليوم حتى في قضية الأجهزة الإعلام والرأي العام ده يخلط، ده يتناول الأجهزة كلها سلة واحدة. ترى يوجد لدينا نوعان من الأجهزة. يعني أحيانا ستتسأل أحد الأخوان تقول له تعني أجهزة تتحدث، تقول له يا أخي من جاب البطاقة خلاها الجهاز ما هذا الجهاز جهاز التحقق غير جهاز الفرز والعد. احنا حبيبي عندنا الان في اي محطه عندنا نوعان من الاجهزه. نعم. جهاز التحقق الذي ياتي كل ناخب بطاقته الالكترونيه يضعها حتى يعرفه، وبالتالي يقول نعم هذا ناخب مسجل لدى المفوضيه. طيب. وهذا الجهاز تم استخدامه في 2014 ما عليه اي مشكله. الجهاز الثاني اللي استخدم في انتخابات 2018 اللي قلنا الدراسات عن هذا جهاز الفرز والعد، فهذا طائفه ثانيه من الاجهزه. بعض الناس ده يخلط، يعني من ده يحكي اقول له تعليم بدك تحكي، يقول لي بدي احكي من جبت البطاقه، قلت له اخي هذا الجهاز هذا من مسؤول هذا الجهاز هذا مسؤول عليه كل الاجهزه احنا مسؤولين عليه اكدت اللجنه.